تحت شعار كيف نسوق للسياحة الجزائرية، أكد زبير محمد سفيان المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية على أهمية السياحة في الربط والمزيج بين الثقافات سواء على المستوى الخارجي أو ما تعلق بالسياحة الداخلية، باعتبار الجزائر قارة ثقافية متنوعة العادات والتقاليد. حقيقة أن هذه الأيام العاشرة اللي تهتم بالتسويق السياحي تخص الاستراتيجية التي تم انتهاجها من طرف الدولة ومن طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، خاصة في شطره كيف نسوق الوجهة السياحية الجزائرية. يعني سياسة وزارة السياحة والصناعة التقليدية اعتمدت على المشاركة في التظاهرات الدولية يعني الدولية والخاصة بقطاع السياحة، خاصة في العواصم الأوروبية كإسبانيا، باريس، برلين، وكذلك يعني فارسوفي في بولونيا. وعلى هذا الأساس ركز القائمون على قطاع السياحة ومن خلال شعار هذا العام على إبراز السياحة المحلية وتشجيع التنمية، باعتبار السياحة تعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني والتي تستدعي اهتماما أكبر من طرف الدولة. الوزارة هذه مدة عامين أعطت في الحق إجراءات تساعد السياحة، فتحت بيبان المقاولين، حلت بيبان الناس اللي تحب تخدم، les agents de voyage كذلك مثلي les hôteliers رامي سهلونا يعني فكمو. تبقى شويه تاع كيما لا بيوروكراسي شويه ثقيله شويه. On a constaté que vraiment on donne assez d'importance actuellement au marketing digital. Donc les gens sont vraiment intéressés et c'est vraiment le moment de donner assez d'importance. وعلى الرغم من أن إيرادات السياحة غالبا ما يجري تحويلها للعناية بالثقافة، إلا أن القطاع تقع عليه مسؤولية هامة تتمثل أساسا في تقليص أي آثار سلبية محتملة، وهو ما تؤكد عليه المندوبية العالمية لأداب السياحة والتي تضم مجموعة من القيم والمبادئ والمقاييس العالمية، بالإضافة إلى إرشادات للتنمية السياحية لكي تتم هذه التنمية على نحو مستدام وأخلاقي ومسؤول.